حكم كرة القدم الخاص بالسيدات. شهد الدوري الفنلندي الممتاز لكرة القدم للسيدات تسجيل 8 أهداف في مباراة اتوصفت، يعني الصحافة وصفتها بأنها كانت مباراة مجنونة، انتهت بالتعادل 4-4، وسجلت اللاعبة الفنلندية هينا هونكاين أو هونكانين، مش عارف الاسم مظبوط ولا ايه، المهم هي اللي سجلت هدف التعادل الثاني، وده كان في الدقيقه 22 من زمن الشوط الاول، والتسديده كانت اكتر من رائعه، تلقت كره بعد رمي التماس وصلت لها وتخلصت بمنتهى الحرفيه والمهاره من الرقابه قبل ما تسددها باتقان في اقصى الزاويه اليسرى البعيده من خارج منطقه الجزاء. تعالوا نشوف مع حضراتكم اللي حصل ايه. اتفضل. البرنامج ده احلى حاجه فيه بصراحه من وجهه نظر، يعني ان هو كل يوم بيثبت ان المراه بتستطيع انها تنجح في كل المجالات، حتى في بعض الرياضات اللي هي بتكون فيها شك ان المراه تستطيع ان هي تنجح فيها وتحقق يعني بطولات. لا احنا حتى كل يوم بنستضيف بطلات معانا حققوا يعني واخدوا ميداليات وشرفونا في الخارج، فانا مبسوطه بصراحه من الاخبار اللي بتكون خاصه بالمراه دي وفيها اخبار عن نجاحات وصلوا ليها. تعالى بقى اخد